كسبت؟ توقعاتك؟ لا ان شاء الله مكسب باذن الله النهارده ان شاء الله. عندك توقع حد يجيب اجوان؟ لا هو ربنا يكرم، انا بشوف ان اللعبة كلها ممكن تجيب اجوان، بس هو الخط الامامي دايما اللي هو الاقرب. نضاي وزيزو وشيكابالا وسيف الجزيرة هم الاقرب لاحراز الاهداف. وليد هنكسب ان شاء الله، وزيزو هو اللي هيفتتح الاهداف ان شاء الله. يبقى مباراه كبيره ونكسب، ومش عارف عندي احساس ان ممكن دونجا يشوط شوطه لان هو على مستوى ثابت بقى له 4 5 مباريات، فممكن اضافه للاسماء اللي قالها عبد الحليم. تمام.